المجتمع والرقي البشري. للإنسان قصة معروفة يرويها الطبيعيون، وهي أنه فصيلة من الحيوان أخذت مكانها بين الأحياء بعد جهاد عنيف وصراع مخيف قام بين الحيوان نفسه في بادئ الأمر، ثم بينه وبين الإنسان، وهو صراع يعتمد على القوة وحدها ويتخذ منها أداة لتحقيق غرض الحياة، ألا وهو بقاء الأصلح وفناء الضعيف الذي لا يقدر على احتمال بأساء العراق. صراع لا يعرف غير الوحشية والقسوة، لأنه لا غرض له إلا التفوق والفوز بهذه الحياة. استسلم الحيوان لهذه الحياة القاسية لأنه لا قدرة له على التفكير، فهو لا يقدر مخاطرها ويخضع لها خضوعا غريزيا، وهو ما يزال يسير على سنتها، ينقرض منه ما ينقرض ويتحكم ما يتحكم. أما الإنسان فكان له شأن آخر، فهو كما يقول الفيلسوف الإنجليزي هوبز: قدر هول الفناء الذي يعقب حتما على استمراره في حياة التناحر، ففكر في إنهائها ووجد أن لا سبيل إلى ذلك إلا بالاجتماع، فهو يمكن له من حياة يتحول فيها من الوحشية والفردية أو من حياة الأسرة إلى حياة أشمل يشترك فيها مع غرباء في تحمل أعباء الحياة. وأول شرط لهذه الحياة الجديدة هو منع الاعتداء وحماية الأرواح في مقابل فروض كانت فيما بعد أصلا للحقوق والواجبات، على أن غرائز الإنسان المكبوتة وجدت لها متحولا تبين أنه أشد خطرا وأعظم فتكا من عراق الأفراد. أعني به تناحر الجماعات، وهو الذي تطور من نزاع بين قبيلتين إلى تطاحن بين أمتين، واستأنف قانون تنازع البقاء تحكمه في حياة الأمم، وأخذت الأمم القوية تسود والأمم الضعيفة تتخاذل وتفنى، وهو صراع بين القوى الجسمية والمواهب النفسية على السواء. فكلنا يعلم ما تتطلبه الحرب من اختراعات وحيل، هي آيات على التفوق الذهني، بل هي آيات على المتانة الخلقية من إرادة وإخلاص وشجاعة. فالإنسان الاجتماعي ما برح كأخيه الطبيعي خاضعا لقوانين الطبيعة التي خلقت الإنسان من بين الحيوان، ولكن المجتمع خلق لنا قوانين أخرى أهمها جميعا الأخلاق. لست الآن بصدد مناقشة أصل الأخلاق وهل هو اجتماعي أم طبيعي أم إلهي، فأي كان الرأي فإنه لا يمكن تصور أخلاق من غير مجتمع، فالمجتمع على كل حال هو المكان الطبيعي لنمو الأخلاق، سواء كان علتها المفردة أم علتها الجزئية أم كان الظرف الممهد من غير اشتراك فعلي. إذا فقد تعلم الإنسان الأخلاق في المجتمع، والأخلاق منها المحل الذي يتميز به بلد عن بلد، ومنها العالم الذي يدين به جميع البشر. فالأخلاق من هذه الناحية رابطة عالمية تربط الإنسان بأخيه الإنسان، وتوجه عقله إلى التفكير في الإنسانية وإلى تجاوز الحدود الاجتماعية، وهذا يمهد إلى تطبيق القواعد الأخوية المحلية على المجتمع الإنساني الكبير وخلق الآداب الإنسانية العامة. فإذا أضفت إلى ذلك اتصال المجتمعات عن طريق تبادل الآراء والثقافات والرحلات، أمكنك أن تلمس الأسباب التي مهدت لوجود هذه الأخلاق الإنسانية العالية التي تناهض مبادئ الطبيعة القاسية مناهضة تامة، بعد أن ناهضتها المبادئ الاجتماعية مناهضة جزئية. تلك المبادئ التي لا تتفق مع تنازع البقاء وبقاء الأصلح، المبادئ التي تقوم على المحبة والسلام وتدعو للضعيف كما تدعو للقوي. وقد دعا إلى هذه الأخلاق وبشر بها أنبياء وقديسون، اعتبروها كمال الكمالات وملاذ البشر من الهلاك والفناء والشر وسبيلهم إلى السعادة والسمو. ولكن قد يقال أنك إذا كانت هذه الأخلاق التي تتكلم عنها تناهض الطبيعة وقوانينها، تلك القوانين التي أبدعت الإنسان أكمل المخلوقات، فالمعقول أنه لا بد أن ينتج من حلها محل قوانين الطبيعة وقف التقدم البشري وجمود التطور عند الإنسان. بل ليس الأمر مجرد
مجرد التوقف عن السير إلى الأمام، ولكنه تدحر لا محيد عنه، لأن الأخلاق تمكن للضعفاء وتساوي بينهم وبين الأقوياء، وهم ولا شك أوفر عددا وأعز نفرا، فيتغلب عنصرهم ويكتسح مثلهم على حساب المتفوقين الذين ينقرضون شيئا فشيئا لضمور مواهبهم ومزاياهم. فالأخلاق إذا نذير بالقضاء على الكمال والقوة، وبشرى للضعف والشر وما بينهما من رذائل طبيعية، إن صح لنا أن نقول ذلك. ومن هنا نشأت فلسفة نيتشه، فقد فرق بين نوعين من الأخلاق، أخلاق السادة وأخلاق العبيد، وقال أن أخلاقنا التي يقومها التحزيب والرحمة والمساواة هي أخلاق تسود الضعفاء وتمكن للضعف وتثبت أقدام العبودية، ووجه لذلك حملات شداد إلى البوذية واليهودية والمسيحية والديمقراطية، واعتبرها أطوارا متتابعة لأخلاق العبودية. وقال أيضا أن الإنسان حلقة من سلسلة لا يرى طرفها، وليست حدا ونهاية. وكما خرج الإنسان من الحيوان، فمنطق التطور يسلم بإمكان خروج إنسان أعلى من الإنسان الحالي، على شرط أن يترك التطور وشأنه ليعمل تبعا لقوانينه الطبيعية. أما الأخلاق فهي عقبة كوقود في سبيل هذا التطور، ولكن التضاد بين الأخلاق وقوانين الطبيعة لا يتعدى الظاهر، أو قل أنه تضاد في الوسيلة دون الغاية من قوانين الطبيعة التي هي الكمال والقوة في العقل والجسم. فإن المجتمع لا ينكر هذه الكمالات، والأخلاق لا تثور عليها ثورتها على قوانين الطبيعة القاسية. فالقوة العقلية والجسمية من الفضائل الاجتماعية ومما تزكيه الأخلاق ما دام موجها في سبيل الخير والصالح العام. أفلو كانت الأخلاق تضاد قوانين الطبيعة في الوسيلة والغاية، لكانت تذم غايتها ولا ترضى عنها وتنبذ من يحوزها. فالحق كل الحق أن الأخلاق تقصد إلى الكمال وتتوخى طريقه، والحق كذلك أن المجتمع يطلب هذا الكمال لأنه هو الذي أبدع الأخلاق، أو على الأقل لا يمكن أن تتناقض آماله مع آمالها، إلا أنه لا يتخذ من الوسائل ما تتخذ الطبيعة، وإذا اتخذ شيئا من وسائلها فهو يهذبها ويقيدها. ويبقى سؤال، وهو كيف تنبذ الأخلاق قوانين الطبيعة وتعمل في نفس الوقت على تحقيق غايتها؟ وهو من الأسئلة التي شغلت بال كثير من الفلاسفة الذين مهدوا للأخلاق الاجتماعية، مثل سبنسر ورودليف جيرينج ووستر مارك. يرى سبنسر مثلا أن الحروب تفني الشعوب وتقضي على كل ما فيها من خير وشر، ويلاحظ من ناحية أخرى أن السلام يكسر الضعفاء ويسلطهم على المجتمع، مما تكون نتيجته الحتمية تسلط آدابهم فيما بعد من خور وجبن. ولكنه وجد أن العدالة توفق بين الحالتين، وتحمي السلم من شر الضعف وتسلطه، وتمهد السبيل للأخلاق لبلوغ الكمال الذي تتوخاه القوانين الطبيعية، لأنها تعطي كل ذي حق حقه وتضع كل إنسان موضعه، فتطهر الأخلاق من الضعف الذي قد يسوق إليه المبالغة في اتباع بعض قواعدها كالمساواة والرحمة. فقد يكون من الرحمة مثلا أن تضحي بحياتك في سبيل شيخ فان، ولكن العدل لا يقضي بهذه التضحية. وقد توجب الرحمة العفو عن كثير من المجرمين، ولكن العدالة تأخذهم بالشدة اللازمة لتطهير المجتمع. فالأخلاق تحمي نفسها بنفسها، تأمر بالرحمة كما تأمر بالقسوة، وبذلك تضع كمال الطبيعة نصب عينيها من غير أن تلجأ إلى وسائلها البدائية. وفرق بين الكمال الذي يتوخى غايته المجتمع وبين الطبيعة التي تريد الأقوى من غير قيد ولا شرط. فالقوي بجسمه وبعقله هو الذي يستحق في نظرها نعمة الحياة وتحفظها له، مهما كان حظه من القسوة والشر كبيرا. والمجتمع يريد القوي أيضا في الجسم والعقل، ولكنه يشترط أن يكون كذلك قويا في خلقه.
ولا تناقض بين هذه الأحوال جميعا ما دام تنظمها العدالة وتوجهها إلى سبيل الخير. فالقوي يحكم في المجتمع ولكنه لا يقتل الضعيف، بل إن من مزايا قوته أن يترفع عن منازلته ومن هو أضعف منه، ويرى من واجبه أن يدافع، أن يدفع عنه الأذى ويأخذ بيده في طريق الحياة الوعر. وسمة فرق آخر هو أن الطبيعة تسير الحيوان في الطريق الذي تريد بغرائزه، وهو يطيعها غير دار بمقصدها ويرضخ لها رضوخا آليا لا تقدير فيه، فآماله لا تتعدى. وسمة فرق آخر وهو أن الطبيعة تسير الحيوان في طريقه الذي تريد بغرائزه، وهو يطيعها غير دار بمقصدها ويرضخ لها رضوخا آليا لا تقدير فيه، فآماله لا تتعدى الطعام والأنثى والمسكن. أما الرجل الاجتماعي فله ضمير حساس يقدر به نفسه ومن حوله، ويعرف أن له غاية يعمل لها وأنه يسعى لبلوغ مثل أعلى. وما الطعام والأنثى والمسكن إلا وسائل لغايات عليا يحيا لها. الحياة الاجتماعية الخلقية لا تعوق عن الكمال، وهي فوق ذلك تخلق للفرد شخصية خلقية يجب أن نعدها كسبا له من الوجهة الإنسانية. وعندي أن المجتمع يزود الفرد بعواطف كثيرة تحثه على الرقي والسمو، فالفرد إذا وجد بين أفراد اختلجت في قلبه عواطف الأسرة وحب السيطرة والتفوق، مما يدفعه للعمل على الظهور والفوز. المجتمع كذلك يعبد الأبطال عبادة في الحياة وفي الممات، ويضيف إليهم من الفضل ما هو حق أن يضاف إليهم وما هو عدل أن يضاف إليه هو، وكل ذلك يغري بالبطولة والكمال. ولكن ما الرأي في شرور المجتمع؟ حق أن شرور المجتمع لا تحصى، وقد كانت موضع نقد وتشاؤم كثير من المفكرين، حتى ذهب بعضهم إلى حد الدعوة إلى الحياة الطبيعية. ولكن الكمال التام كان دائما بعيدا، كل وجهة من الفساد خير يقابله. ولقد جاهدت الأخلاق كثيرا وما تزال تجاهد في سبيل الإصلاح، فلا معنى لليأس، ويجب ألا نجعل اليأس سبيلا إلى نفوسنا حتى لا تسود الحياة في أعيننا ويملأ قلوبنا التشاؤم، فنخسر بهجة الحياة ومسراتها. والحق أن ذم المجتمع لشروره يدل على عدم تقديرنا للخير الذي ظفرنا به في المجتمع. ولو صح أن هذه الشرور ضرورة للحياة الاجتماعية وهذا غير صحيح، لوجب أن نقبلها كثمن للحياة في المجتمع، لا أن ننبذ المجتمع من أجلها. وخلاصة القول أننا يجب أن ننظر إلى المجتمع كما ينظر المؤمن إلى ربه. وقد تصيب المؤمن الشرور ويعلم أن الله أصابه بها، ولكنه لا يذم الله بل يشكره ويرجو منه خيرا عاجلا يعوض عليه شرا آجلا، وليس ذلك بكثير. فالمجتمع هو الذي خلق لنا أكمل ما في إنسانيتنا، وهو سبيلنا إلى الرقي والكمال. وليذكر الذين يقولون أن الطبيعة تخلق لنا الغرائز والمواهب أن هذه المواهب ما كانت تخلق العلم والأدب والفن لولا المجتمع، على أن ذلك يجب ألا يخدعنا عن حقيقة مهمة، وهي أنه أمامنا عمل جليل خطير يتطلب الأجيال الطويلة والتجارب الكثيرة لخلاص الإنسانية وكمالها. المجلة الجديدة، نوفمبر 1934.